إذن بشأن تطورات الأوضاع في فلسطين في ظل استمرار العدوان على قطاع غزة والضفة الغربية، فضلا عن التحركات المتعلقة بمفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ينضم إلينا عبر سكايب من أمستردام الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني ماهر حجازي. أستاذ ماهر حياكم الله. يعني 334 يوم من العدوان على غزة، الاحتلال أيضا يواصل قصفه على قطاع غزة في مسلسل المجازر التي يرتكبها ضد المدنيين، القصف في هذه الآونة طال شمالي مدينة رفح في ظل غارات مستمرة لطائراته الحربية، وهو أنه قد استهدف رفح. هل تعتقد أن مواصلة الاحتلال على قطاع غزة بشكل عام وعلى رفح هو رسالة من قبل نتنياهو بشأن محور فيلادلفيا أستاذ ماهر؟ نعم، بداية تحية لك ولسادة المشاهدين. يعني حقيقة هذا العدوان وحرب الإبادة على شعبنا، يعني ستدخل يعني بعد شهر ندخل بالعام من هذا العدوان على شعبنا داخل قطاع غزة. عنوان المرحلة هو تصعيد الاحتلال الإسرائيلي والتصعيد بنيامين نتنياهو في قصف في الأشهر الأخيرة والأسابيع الأخيرة في قصف مراكز الإيواء وقتل النازحين واستهداف البنى التحتية والمشافي وإطباق الحصار على قطاع غزة. يوميا هناك ما يقارب من 3 مجازر ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا داخل قطاع غزة. من الواضح أن بنيامين نتنياهو هو لا يريد يعني وقف لهذا العدوان على شعبنا داخل قطاع غزة، ووضع العديد من الأهداف التي لا يمكن أن تتحقق وتتقاطع مع هدف يعني الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين داخل قطاع غزة. وبالتالي عنوان المرحلة هو تصعيد بنيامين نتنياهو فيما يتعلق بالعدوان على شعبنا داخل قطاع غزة. والمؤتمر الصحفي لنتنياهو اليوم هو تحدث أنه يعني يريد الحديث أنه لا يريد الانسحاب من محور فيلادلفيا بذريعة أن هذا المحور يشكل يعني ممر لدخول السلاح إلى حركة حماس والمقاومة داخل قطاع غزة، ولكن من الواضح أن بنيامين نتنياهو يعني يتذرع بهذه الحجة والتمسك بمحور فيلادلفيا ليستمر عدوانه على شعبنا داخل قطاع غزة وليستمر في منصبه السياسي ويحافظ على الائتلاف الحكومي. بنيامين نتنياهو واضح أنه لا يريد الوصول إلى صفقة لتبادل الأسرى، وإنما هو يريد استمرار هذا التصعيد وحرب الإبادة على شعبنا. يعني في أقل من 72 ساعة نتنياهو يعني يقوم بمؤتمر صحفي ثاني في أقل من 72 ساعة والحديث نفسه مكرر، ويتحدث عن محور فيلادلفيا واستراتيجية أن يبقى الجيش الاحتلال الإسرائيلي في هذا المحور، لكن لا أحد يصدق نتنياهو. هو يعني يتمسك بهذا المحور فقط لدوافع سياسية وأن يستمر بعدوانه على شعبنا داخل قطاع غزة. هذا العناد من قبل نتنياهو وهو تشبثه بمحور فيلادلفيا، هل سيؤثر على مساعي إنهاء الأزمة بشكل عام أستاذ ماهر؟ يعني بكل تأكيد هذا واحدة من العراقيل يعني التي يضعها نتنياهو ويتحجج بها. وفي السابق يعني دخل إلى رفح ليفشل ما تم التوافق عليه من يعني ما يسمى بمقترح بايدن والتي وافقت عليه حماس والمقاومة الفلسطينية. هو يتذرع بالبقاء بمحور فيلادلفيا فقط لاستمرار هذا العدوان على شعبنا، وبالتالي التمسك نتنياهو بهذا بمحور فيلادلفيا وعدم الانسحاب منه بكل تأكيد هو سيفشل كل صفقة للتبادل، لأنه المطالب الرئيسية ويعني كانت المقاومة الفلسطينية واضحة أن الوصول لصفقة تبادل أسرى يعني ترتكز إلى 4 محددات. الأول هو وقف العدوان على شعبنا ووقف شامل وكامل وانسحاب الاحتلال الإسرائيلي من فيلادلفيا ومن نتساريم ومن مختلف المناطق داخل قطاع غزة وكسر الحصار وإدخال المساعدات الإنسانية، وبالتالي احتفاظ بنيامين نتنياهو بمحور فيلادلفيا هذا يعني هو إفشال وتفشيل لكل ما يتم التوصل إليه واتفاق، وحتى يعني إفشال لكل جولات التفاوض السابقة. وبالتالي بنيامين نتنياهو يعطل هذه الصفقة، وهو يعرض في المؤتمر الصحفي يعني اليوم ويعني اليوم وقبل يومين نفس الأكاذيب فيما يتعلق بمحور فيلادلفيا وأهمية هذا المحور وتمسك جيش الاحتلال الإسرائيلي فيه، في مقابل أنه هناك يعني تصريحات من داخل الكيان الإسرائيلي ومن سواء كان من فرقاء نتنياهو أو من داخل الائتلاف الحكومي، الجميع وحتى عائلة الأسرى يعني يطالبون بنيامين نتنياهو بالخروج من محور فيلادلفيا والسماح بإبرام صفقة لتبادل الأسرى، لأنه بقاء جيش الاحتلال الإسرائيلي في محور فيلادلفيا يعني إفشال أي شكل من أشكال التفاوض، وهذا يعني أنه يعني قضية الأسرى الإسرائيليين داخل قطاع غزة ربما يعني
كما جرت قبل ايام اعلنت يعني حماس عن مقتل 6 من الاسرى، ووجد الاحتلال الاسرائيلي جثث هؤلاء الاسرى، وبالتالي يعني بقاء الاحتلال في محور فيلادلفيا والقصف واستهداف قطاع غزه يعني افشال لكل اشكال التفاوض. وايضا بنيامين نتنياهو في المؤتمر الصحفي وجه يعني كل الانتقادات حتى للداخل الاسرائيلي لحلفاء نتنياهو وللمعارضين ولعائلات الاسرى، وكذلك ايضا لدعم يعني للاداره الامريكيه التي تدعم بنيامين نتنياهو. كان هناك انتقاد واضح من قبل بنيامين نتنياهو، وبالتالي ظهر بنيامين نتنياهو في المؤتمر الصحفي وكانه يعني مجرم ويدافع عن نفسه ويتمسك بي يعني بي بي بما هو يعني بارائه نعم. السياسيه ومواقفه السياسيه فيما يتعلق بمحور فيلادلفيا. وبالتالي بقاء جيش الاحتلال في محور يعني في هذا المحور هو يعني افشال لكل جهود الوسطاء وافشال لكل جهود التفاوض. لو فتحنا نافذة الشارع الإسرائيلي ومدى ضغطه على نتنياهو وحكومته، نتنياهو وحكومته المتطرفة كما تعرفون أستاذ ماهر أنها تحاول أن تجد في جثة المحتجزين الستة مبررا لاستمرار مجازرها في قطاع غزة، ولكن إلى أي مدى ترى أن الشارع في الكيان المحتل مقتنع بهذه المبررات التي ساقها نتنياهو وحكومته؟ يعني من الواضح ومن شكل نتنياهو وتعابير وجهه في المؤتمر الصحفي ان لا احد يصدق بنيامين نتنياهو فيما يتعلق بقضيه الاسرى الاسرائيليين، وبانه حريص على يعني الافراج عن ما تبقى من الاسرى الاسرائيليين الاحياء داخل قطاع غزه. هناك واضح من تصاعد الحراك الشعبي والسياسي داخل الكيان الاسرائيلي عندما يتحدث عن الاضراب داخل الاحتلال الاسرائيلي. هناك تصاعد، يعني بدانا نشاهد هناك حملات اعتقال تقوم بها الشرطه الاسرائيليه تجاه المتظاهرين من عائلات الاسرى داخل الكيان الاسرائيلي. هناك ربما تشهد تصاعد في يعني تصل الى حد التصادمات بين الشرطه الاسرائيليه والمحتجين، وبالتالي هناك حاله من التصاعد. لا احد يصدق بنيامين نتنياهو. هناك يعني حتى الاداره الامريكيه التي يعني تدعم نتنياهو في هذا الحرب على شعبنا هي بدات يعني لا تصدق نتنياهو. وكان بايدن واضح عندما قال ان نتنياهو لا يفعل الكثير حتى يعيد الاسرى، وبالتالي أن يخرج بنيامين نتنياهو كما تحدث في أقل من 72 ساعة في مؤتمر صحفي قبل يوم واليوم في مؤتمر صحفي، هذا دليل هناك ضغط كبير على بنيامين نتنياهو. الشارع الإسرائيلي بدأت تتصاعد عندما يكون هناك مشاركة من رموز المعارضة الإسرائيلية، هناك تصريحات من داخل الجيش الإسرائيلي والمنظومة الأمنية والعسكرية تكذب ادعاءات بنيامين نتنياهو لا يمكن الانسحاب من محور فيلادلفيا، وبالتالي هناك ضغوط كبيرة تمارس على بنيامين نتنياهو. وانا اعتقد قضيه الاسرى الاسرائيليين السته الذين قتلوا نتيجه العدوان الاسرائيلي المتواصل على شعبنا هي التي فاقمت هذا الحراك داخل الشارع الاسرائيلي. استاذ ماهر، لو انتقلنا الى الضفه الغربيه، قوات الاحتلال تنفذ عمليه عسكريه كبيره في الضفه الغربيه يتخللها تفجير منازل فضلا عن الاغتيالات، ولكن كيف يمكن قراءه ما نقلته الصحافه العبريه عن المؤسسة الأمنية في الكيان نقلا عن المؤسسة الأمنية؟ تقول المؤسسة الأمنية أنها اعتبرت الضفة الغربية ميدان قتال، هل هذا وارد وهل هذا صحيح؟ يعني لا شك اليوم حالة المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، خاصة أنها أراضي محتلة فلسطينية وفق القانون الدولي، وبالتالي هناك حالة من تصاعد المقاومة الفلسطينية. العمليات العسكرية سواء كانت الفردية عمليات الدهس والطعن، وأيضا يعني بدأنا نسمع عن استخدام السيارات المفخخة في عمليات في الهجوم على المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية. هناك حالة من التصاعد للعمل الفلسطيني المقاوم العسكري في الضفة الغربية، وبالتالي اليوم الاحتلال الإسرائيلي عندما بدأ هذه العملية العسكرية قبل أيام في شمال الضفة، وهناك حديث عن عملية عسكرية في جنوب الضفة الغربية في الخليل، وبالتالي هذا يعني أن الضفة الغربية قادمة على ارتفاع وتيرة العمل الفلسطيني المقاوم. بالتالي الاحتلال الإسرائيلي يعني فتح على نفسه هناك جبهة أخرى، يعني هناك جبهة مشتعلة في الجنوب في قطاع غزة منذ أكثر من 11 شهر، وأيضا هناك جبهة في الشمال، وبالتالي اليوم الاحتلال الإسرائيلي وجيش الاحتلال الإسرائيلي أيضا اليوم يواجه جبهة أخرى في الضفة الغربية. وبالتالي نعتقد اليوم الإعلام الإسرائيلي وما ينشر من تصريحات في المستوى السياسي والعسكري والأمني فعلا هي تحذر من تصاعد العمل الفلسطيني المقاوم. بالتالي هذه سياسة بنيامين نتنياهو هو خلط الأوراق وفتح جبهات جديدة، لأنه معني بأن يستمر هذا العدوان وأن يتلقى دعم دولي يدعم جهوده الحربية والعسكرية في استهداف الشعب الفلسطيني، سواء كان
في الضفة الغربية أو حتى في عدوانه على شعبنا داخل قطاع غزة. وبالتالي أعتقد اليوم نحن أمام مرحلة تصاعد للعمل المقاومة الفلسطيني، رغم التنسيق الأمني بين الاحتلال الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، والذي يعوق من أن يكون هناك تأثير كبير للعمل الفلسطيني المقاوم. لكن من الواضح أن هناك حالة من الغليان لدى الضفة الغربية، وهناك حالة من التصاعد للعمل الفلسطيني المقاوم والمتزامن مع العمل الفلسطيني، وهناك حالة من الوحدة والتكامل في المقاومة الفلسطينية في العمل المقاوم في الضفة الغربية وفي قطاع غزة. أستاذ ماهر، هل يمكن القول على سبيل تناقل الخبر هنا في قناة الرافدين، هل يمكن أن نقول بأن العمليات النوعية التي تقوم بها المقاومة خاصة في الضفة الغربية نحن نتحدث عنها أنها يعني مقاومة موجعة فعليا وقد أربكت الاحتلال؟ هذا جانب. من جانب آخر، هل يمكن أن نقول أن جيش الاحتلال قد أنهك على مدى 11 شهرا؟ يعني بكل تأكيد اليوم نتحدث عن 11 شهر من العمليات العسكرية، أطول حرب في تاريخ جيش الاحتلال الإسرائيلي. هناك خسائر كبيرة، يعني الأرقام تتجاوز 500 قتيل من جنود وضباط جيش الاحتلال الإسرائيلي، هناك يوميا قتلى، هناك خسائر بالعدة والعتاد، يعني وخسائر اقتصادية حتى على المستوى يعني الاقتصادي للاحتلال الإسرائيلي. بالتالي اليوم نحن نتحدث عن احتلال إسرائيلي منهك. يعني أيضا بالأمس قرار بريطانيا منع تصدير جزء من الأسلحة والمعدات العسكرية للاحتلال الإسرائيلي، أيضا هذا يفاقم من الأزمة العسكرية والأزمة السياسية والمالية والاقتصادية التي يعانيها الاحتلال الإسرائيلي ويعانيها نتنياهو ويعانيها جيش الاحتلال الإسرائيلي. وبالتالي اليوم نحن نتحدث عن جيش مهزوم. هناك تصريحات يعني داخل المنظومة العسكرية ترفض يعني ما يقوم به نتنياهو، وترفض أن يعني تتحدث أنه لابد من وقف العدوان، وأن العمليات العسكرية الرئيسية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة قد انتهت، وأن أي عملية عسكرية مستمرة ستكون لها تداعيات. وبالتالي هناك خلاف واضح أيضا بين وزير الدفاع الإسرائيلي جالانت وبين بنيامين نتنياهو، وكان هناك حديث سابق في الإعلام الإسرائيلي أنه ربما يعني نتنياهو يسعى أو يحاول أو يعني لأن يخرج نتنياهو جالانت من وزارة الدفاع ويقيل جالانت من وزارة الدفاع. وبالتالي نحن نتحدث عن احتلال إسرائيلي يعيش أزمة في المستوى العسكري والمستوى السياسي والمستوى الأمني وحتى في المستوى الدولي في الحرب المستمرة على قطاع غزة. أستاذ ماهر، في كل هذه المعطيات التي تحدثنا عنها في الدقائق الماضية ومع توسع دائرة الحرب، هل تعتقد أن هناك أفق لحل هذه الأزمة من جذورها ربما خلال أيام قليلة؟ يعني أنا أعتقد اليوم الأزمة تكمن في نتنياهو. نتنياهو إن غاب عن المشهد السياسي الإسرائيلي، التحركات لو كانت التحركات الإسرائيلية تصاعدت ووصلت إلى إسقاط هذه الحكومة، أعتقد ربما نصل إلى يعني صيغة تفاهم تفضي إلى صفقة تبادل الأسرى وقف إطلاق النار. لكن المشكلة الرئيسية هي في بنيامين نتنياهو، وإن كانت أيضا الإدارة الأمريكية يعني قادرة على أن تضغط وتمارس ضغط حقيقي على بنيامين نتنياهو، أعتقد ربما أيضا نصل إلى اتفاق. لكن الدور الأمريكي حتى هذه اللحظة هو دور متماهي مع بنيامين نتنياهو، ودائما عندما يرفض نتنياهو اي شكل من اشكال الاتفاق تقوم الاداره الامريكيه بطرح مبادره جديده تتساوق مع اهداف نتنياهو. بالتالي تصاعد الحراك الشعبي داخل الكيان الاسرائيلي هذا جزء من التعويل عليه في يعني حتى اسقاط نتنياهو او حتى الضغط على نتنياهو لتذليل العقبات فيما يتعلق بمحور فيلادلفيا وانسحاب الاحتلال الاسرائيلي من قطاع غزه. وايضا لو كان هناك ضغط امريكي حقيقي على من إدارة بايدن باتجاه نتنياهو، أعتقد ربما نصل إلى يعني اتفاق. لكن من الواضح بقاء نتنياهو في السلطة وفي المشهد السياسي، هو واضح موقفه متعنت تجاه أي صفقة، ويسعى دائما لإفشال أي يعني أي شكل من أشكال التفاوض والوصول إلى صفقة تفضي إلى وقف إطلاق النار وأيضا صفقة لتبادل الأسرى. عبر سكايب من أمستردام الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني ماهر حجازي، شكرا جزيلا لكم.